شباب اشتركوا بهاي القناة، راح اعرف لكم الرابط بالوصف. هسه وصلنا طلاب للمثال السابع، احنا نريد الوسط الحسابي ومطيني عدد اشخاص ومطيني فئات، فهنا لازم اطلع مركز الفئة لكل وحدة. تمام، فمن اجي اطلع مركز الفئة لكل وحدة انه بعدين كلهن راح تصير عندي اكس واحد اكس اثنين اكس ثلاثة اكس اربعة، هذين المراكز كلهن كل واحد اضربه بتكراره واقسم على مجموعة راح يطلع عندي الوسط الحسابي. فنجي الاكس واحد قيمة الواحد اول واحد ولبصفه زائد تقسيم اثنين، فراح يصير 70 تقسيم اثنين راح يصير 35. تمام، اكس اثنين وصلنا الى اكس اثنين هم نجي نحسب واحد اثنين واللي بصفها، تمام الثانية واللي بصفها اللي هي اشقد 40 و50 تقسيم اثنين، فراح يصير 90 راح اقسم على اثنين راح يصير 45. هسه وصلنا للثالثة، فاجي احسب واحد اثنين ثلاثة واجي اخذ الثالثة والرابعة، السول الثالثة والرابعة واقسمهن على اثنين. تمام، 50 زائد 60 على اثنين فراح يصير عندي 110 تقسيم اثنين فراح يصير عندي 55. تمام، نجي الاكس اربعة نحسب واحد اثنين ثلاثة اربعة، فنجي ناخذ الرابعة واللي بصفها تمام نجمعهن ونقسمهن على اثنين. فستين او سبعين راح يصير 130 تقسيم اثنين فراح يصير عندي 65. فنجي الاكس الخامسة نجي نحسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، فنجي ناخذ الخامسة واللي بصفها اللي هي السادسة ونجمعهن ونقسم على اثنين فراح يصير عندي 150 تقسيم اثنين فراح يصير عندي 75. تمام، اكس السادسة راح اجي احسب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة، لان اذن سبعة فتسات سوي اللي بصفها 80 زائد 90 تقسيم اثنين فراح يصير عندي 170 تقسيم اثنين فراح يصير عندي 85. اللي هنا انا اكتفيت، هسه راح اجي اعوض القيم بالقانون الاصلي. طلاب هسه نجي نعوض القانون الاصلي اللي هو الوسط الحسابي، فراح يكون كل فئة اضربها بعدد تكرارها، مركز كل فئة طلعتها فاضربها بعدد تكرارها. فهسه هنا عندي 35 في التكرار مالها شقد 9، تمام اول فئة 35 والتكرار مالها شقد 9 زائدا 45 والتكرار مالها 15 زائدا 55 والتكرار مالها
22. زائدا 65 والتكرار مالها 25 وزائدا 85 والتكرار مالها 75 التكرار مالها 18 زائدا 85 والتكرار مالها 16 كلهم ذني قسمهن على 100 تمام ويطلع اجمعهن واقسمهن على 100. طلاب هنا لازم تستخدم حاسبة علمية ضروري كلش، لأن إذا جتك أرقام بالبوينتات راح تحتار وراح يطير. أنت عندك وقت الامتحان ساعة نص ساعة وما تقدر تسيطر على هيك أرقام ضخمة، إلا إذا جاب لكم أرقام سهلة هاي يعني ما تحتاج حاسبة تقدر.